هاي كمان ثلاث بيوت، بيت جديد ثلاث، تدمير الرابع، برميلين واربع صواريخ، وهي خزانات المي تبعتنا. هاي رسالة لأحمد جبريل وأنور الرجا، ما بعرف إذا عاد عنده إحساس خلي يحس. لا ظل عندنا خيم ولا ظل عندنا بيوت. الله أكبر. بالرجال الله أكبر. هاي بسكليت تولد اكيد، يعني يمكن كان يطارد بشار الاسد عليها او كان يطارد دوريه عسكريه. حسبي الله ونعم الوكيل.